لا جه الوقت اللي احنا نقول لا ستوب، نعيد صياغة الخطاب بتاعنا وكلامنا، كلامنا يبقى كله حب، مش كلام معسول ولكن كلام بناء. محتاجين ده يساعدني يكون معايا ويشاركني الرأي، ودايما هو صديق وهو فنان من رواد التنوير بأعماله بكلماته بأفعاله، الفنان الكبير محمد صبحي. أهلا بيك وكل سنة وانت طيب. أهلا أستاذ طارق، كل سنة وانت طيب وعيد سعيد عليك وعلى مصر وعلى الجمهورية الإسلامية كلها. كل سنة حضرتك طيب، وعارف ان انت مشغول وبروفات، بس طلعناك من كل ده لان احنا بنقدم لمسة غير عادية. لا تستاهل، يستاهل يا طارق. الحقيقة انت قلت بس كلمتين دلوقتي قبل ما ادخل على الهوا، انا نفسي يعني احط تحتيهم 20,000 خط. اتفضل. احنا جيل اتربى على انه يقرا في الجرنان، حتى واحنا يعني ال10 سنين و15 سنه يعني نقرا في الجرنان سطر حتى. تمام. هذا شفنا سوري ولا شفنا سوري ولا عارف مين جدا. هو الصوت راح يا جماعه ولا موجود في الاستوديو؟ الصوت راح ولا هنعاود الاتصال بالفنان الكبير محمد صبحي اللي هو دلوقتي بيعمل بروفات لعمل مسرح كبير بيجسد حالتنا اللي احنا فيها. وهو يعني انا كنت بتفرج من عدة ايام على مسرحية ماما امريكا اللي قاله من 10 سنين، اللي قاله محمد صبحي في ماما امريكا اتطبق كله. الفن ليه دور يا جماعة. رجع معانا الاتصال الفنان الكبير محمد صبحي. معلش الاتصالات انت عارف. معلش. لا يا حبيبي، انا طبعا. بس كنت بقول لك ان احنا كنا بنقرا الاشياء الجرائم اللي انت بتتكلم عليها، بتقول مش عايزين نشوف الدم ونشوف الحاجات دي عشان تعمل ترند ولا تعمل تبقى الفيفوري القنوات. والله العظيم لو خدنا قرار كاعلام وكفنانين نحتفي بالناس اللي يستحقوا ان احنا نحتفي بيهم. انا شفت النهارده في قناه مثلا ايه بيحتفوا بشاب عنده 23 سنه ولقى 100,000 جنيه قبل العيد وهو بيشتغل امن وراح سلمهم وهو مش لاقي ياكل. احنا اتكلمنا عليها في مقدمه الحلقه طبعا. ورحبنا بيها. هايل هايل. هو ده يا استاذ طارق اللي نفسنا نشوفه كتير. والجريمه او الحادثه تتقال خبر. والله العظيم لم يبقى لهذه الامه الا ده. وانت فكرك لما طفل 12 سنة يقتل طفل 14 سنة. فأنا مبسوط جدا لهذا التصالح، لان مش ممكن الكلام الصغيرين يغلطوا والكبار يغلطوا غلطة اكبر. وانت عملت شيء رائع جدا جدا عشان المسألة دي تقفل يعني. ولكن دي خيبة كبيرة طبعا. خيبة لان الاطفال دول شافوا ايه؟ شافوا السكينة والسيف والمطوة في الافلام وفي المسلسلات. والفنان يقول لك والله انا بقدم الواقع. والواقع في الفن عمره ما كان صورة فوتوغرافية. الصورة الفوتوغرافية الحقيقية أن تقدم أجمل ما فينا وتحط خط صغير كده على الشيء السلبي اللي تقول إحنا عايزين نصلحه. وأنت لو طلعت في التلفزيون يا أستاذ طارق زي ما بتعمل كده وقلت إن هناك جريمة بشعة حصلت كذا، هل أنا لازم أعصر المسألة وأقعد أنخور فيها في كل القنوات أنا بقول أنت رجل تبني بالتفاؤل طول عمرك، حتى في كل برامجك أنت عارف أنا متابعك إزاي. التفاؤل ده بيخليني كمان أنا نم مستريح وأطمن أن كل ما أشوف في الإعلام صور إيجابية كثيرة تتكرم وبتهنيها وبتشد على إيدها وبتطلعهم على الشاشة اللي هم مش معروفين فن ولا كورة، ناس بسطاء عملوا شيء جميل. كل ما المواطن يصدق ان الكويسين اكتر ويصدق ان الخيرين اكتر. طب عاوز اقول لحضرتك لو احنا عاوزين نعمل روشتة عشان برضو يبقى كلامنا مش على العموم، نقول نقط نقولها لمجلس الاعلام ولا مجلس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية ولا وزارة التضامن ولا المركز القومي بحوث الاجتماعية زي ما انا قلت، محتاجين تحليل وتشخيص وخطوات يتم بيها اصلاح النفس. اتفضل. ايوه انا قلت ده كتير ان في 4 روافد. في التعليم تمام، الفن كثقافة شاملة وعامة مش الفن بس، الثقافة التي تبني مواطن. انت عايز مواطن شكله ايه؟ الاعلام لان انت برضو هشوفك
وعلماء الدين. لو رافض من الروافد دي عمل أعظم شيء في مصر، أنا بمسرحية أو بفيلم هدي لك اللي أنت بتعمله. والله احنا نتمنى ان ده يعني يبقى خطوات مدروسه، نتمنى تيجي الخطوه دي. لازم كلنا نعلم، اولا لازم ضمير الاعلامي وضمير الفنان لازم يعرف ان هو عايز يبني البلد دي، لو هيبنيها بالتحطيم ولا بالتحطيم، او ان انا تحت مبدا حريه الابداع ابقى عندي حريه قله ادب. وانا عارف في ناس كتير يقول لك بقى محمد صبحي بتاع الاخلاق وبتاع حاجات زي كده، لان لا يوجد، لن يبقى لدينا، مش هيفضل لنا حاجة. احنا اللي فضل لنا اطفال 6 سنين يتربوا كويس عشان كمان 20 سنة نشوف فعلا مواطن اللي احنا عايزينه. هتعلم الناس الانتماء ازاي؟ الانتماء ده ما يتعلمش، الانتماء ممارسة. من طبعا. اول الطفل في المدرسة لازم اخليه حر. ازاي اربي طفل حر؟ ازاي اربي طفل يشعر انه حر ويتعلم الحرية صح، ويعلم أن الحرية لا تتعارض، لا تتعارض مع الأخلاق. يعني مش عشان تبقى حر تبقى قليل أدب، لا، تبقى حر أن تتذوق الجمال. كيف تتذوق الجمال؟ كيف يكون لك رأي أنك تشوف تمثال وحش في الشارع فتقول رأيك أن ده مش كويس، ده مش حلو؟ إحنا عندنا فقدنا الذوق في حاجات كتير. لما أمشي ولاقي عمارات مبنية وحش، مداخل العمارات وحش، مداخل البيوت وحشة، الأقوام القمامة كمان المنتشرة دي، ده شيء مؤلم، شيء مؤلم. وما تكلمنيش بقى، ما تكلمنيش، ده دي سمة في أدياننا يا أخي، دي أديان السماوية يا خبر أبيض. هتتعدل يا أستاذ محمد، الحوار مفروض يبقى وجها لوجه وتيجي معانا بقى على الهواء في هذا المكان المتواضع. ما تيجي معانا الأسبوع الجاي أو اللي بعده، وعدنا كده يعني. أصلك أنت بتعرض دلوقتي بعض الملامح من خيبتنا. ما ده خيبتنا على فكره، عاوز اقول المشاهدين خيبتنا دي المسرحيه اللي حضرتك بتعملها دلوقتي، اللي احنا بتدمر بلدنا بايدينا، بتدمرها بايدينا ومش واعيين. والله لو الدوله تؤمن بان الثقافه والفن هو الحامي الحقيقي لاجيال كثيره، هنغير فكرنا تماما يا استاذ طارق. اوعدك ان انا ادعوك في الافتتاح وفي البروفه النهائيه، تمام، نعمل حلقه. لا انا عاوز اجيب الاسبوع الجاي او اللي بعده هنا على الهواء، تتلقى احلام المشاهدين ومشاكلهم، يعني نبقى نقدم كده قبل. هنتكلم مع بعض بس عشان انا مصطاد يوم كده ما فيهوش بروفة بس. طب خلاص ماشي، احنا في انتظار العمل الفني اللي بتدينا جرعة من الامل والتفاؤل من خلال تشخيص الواقع، حتى لو كان في مشكلة، حتى لو كان في الم هنخليه حلم. الفنان الكبير محمد صبحي، انا بشكرك. وتسمع معايا الموسيقى بتاعت ونيس ولا مشغلين ونيس يا حبيبي؟ عشان نفتكر العمل اللي ياثر. يقول لك في عمل ياثر في البيت. والله انا لم اسعد في حياتي بعمل فني زي ما سعدت بعملين اثروا في مجتمعي وفي بلدي وفي العالم المحيط بيا. هو يوميات ونيس اللي كل ما اقابل اب وام يقولوا لي احنا بنشكرك لان اديتنا دستور فعلا نربي بيه ولادنا، وافرح بالطفل 6 سنين واقول طب ده فاكرني ازاي، ده بيشوف الاعمال دي دلوقتي، ايوه بيفرجوها له طبعا، ابو الام فرجها له. والعمل التاني اللي هو فارس بلا جواد، اللي انا اتشرفت بان شباب مصر يشتروا 2 مليون نسخه من الكتاب المحظور عشان يعرفوا واقع الامه وواقع تاريخنا ايه، فانا كنت سعيد بالعملين دول جدا جدا. في انتظار تشريف الفنان الكبير القدير محمد صبحي هنا، ونقابله ونهنيه ونبارك له على العمل المسرحي الكبير خيبتنا. خيبتنا اللي ممكن تحس بيها او ما تحسش بيها، لما تشوف حاجة وحشة هتعرف ان خيبتنا صغيرة ولا كبيرة، ولكن التغيير كبير والواقع وبكرة اجمل واحلى. السعادة عنوان ومكان وبرنامج هو ده، ابعتونا على طارق علام تي في. بعد الفاصل هنعيش معاكم حملة اسعاد المصريين. لو انت محتاج تعمل عملية تنضم الينا، محتاجين موتوسيكل لمتحدي الاعاقة وايضا كرسي كهرباء، ونشوف العروسة اللي كسبت معانا وعلاج الادمان، اشياء كثيرة تسعدك وتسعدنا. ابعتونا على صفحتنا طارق علام تي في، على صفحة المحور برنامج هو ده. فاصل ونكمل معاكم الحلم. للسعادة عنوان ومكان مع برنامج هو ده.